ازاي ترجعي تحبي نفسك تاني؟ ازاي ترجعي تحبي نفسك تاني بعد كل اللي حصل لك؟ بالتدريبات. وانا بشرح لك وبقول لك الفيديو معاكي هقول لك حاجات ترددها ورايا، هقول لك تدريبات تعمليها صدقيني هتساعدك جدا جدا في الموضوع ده. ولكن حاسه ان انت قليله؟ طب حاسه ان انت ما تستحقيش النجاح؟ اتسبتي، اتخنتي، اتظلمتي، اتغدرتي، حاسة ان انت فيك حاجة متغيرة، شكلك متغير، شكلك مش هو من 4 سنين او من 5 سنين، حاسة انك كنتي احلى، مش راضي عن شكلك، مش راضي عن جسمك، مش راضي عن حياتك، مش راضي عن اي حاجة، ما بقيتيش واثقة في نفسك وبالتالي ما بقيتيش تحبي نفسك. يمكن اصلا ما جاش في بالك موضوع حب النفس، وما جاش في بالك ان انتي لما تعرفي تحبي نفسك صح حياتك كلها هتتقلب وهتتغير رأسا على عقب. ابواب السعادة هتتفتح لك، ابواب الخير، السعادة، الفرح، الجمال، جمال الحياة، الحياة كلها هترجع تبتسم لك تاني. فعلشان كده عايزاكي تتابعي الفيديو ده من اوله لاخره، لان هقولك 9 عادات لو عملتيها ولو اتمكنتي منها صح وملكتيهم كده هيكون حب النفس هو لعبتك وهتكوني اسعد انسانه في العالم. فدوسي لايك واشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، لان احنا هنا اتعهدنا مع بعض ان احنا نساعد كل بنت ونساعد كل ست انها تكون افضل صوره من نفسها. اول نقطه معانا النهارده يا بنات لو عايزه ترجعي تحبي نفسك من تاني، وهي بطلي مقارنه. ارجوكي بطلي مقارنه. دلوقتي بنعيش في عالم للاسف 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 يا بنات بيدعونا للمقارنه. السوشيال ميديا بيدعونا للمقارنة، بيفرض المقارنة علينا كأسلوب حياتي، ومش بس كده لا، ده احنا كلنا بيمارس علينا التأثير السلبي. وانا قلتلكم طبعا عملنا فيديو عن التأثير وازاي تكوني شخصية مؤثرة في الاخرين والكلام ده كله، وعرفنا ازاي احنا كلنا ضحايا التأثير السلبي اللي بيحصل علينا من على السوشيال ميديا. انصحكم وبشدة ان انتوا تشوفوه بعد الفيديو ده. ولكن طول الوقت انت قاعدة على الانستجرام بتاعك، طول الوقت بتشوفي عرضات الازياء، الممثلين، المخرجين، الاجسام مثالية قوي، اللبس مثالي قوي، الشعر، الجمال، مفهومش غلطة، حتى لو ناس مش انفلونسرز ومش بلوجرز ومش اي حاجة، ناس عادية برضو تلاقيها منساقة حوالين اللعبة، تنزل احلى صور عندها، ابهى صور عندها. وطبعا انت مش عارفة ما وراء الكواليس ومش عارفة ايه اللي وراء كل حكاية، فطبعا بتنساقي ورا وهم المقارنة. ولو انت بقى بلوجر او لو انت انفلونسر دي مأساة ثانية. يعني انا افتكر اول ما بدأت قناتي من سنة تقريبا والناس بدأت معايا، والناس دي يمكن ربنا يزيدهم يا رب ويزيدهم نجاح، اكتسحوا، فبدأوا ان هم يبعتوا لي رسائل، طب ما تعملي زينا، طب احنا عملنا اعلانات والناس حبتنا لا مش عيب ان انت تعملي اعلانات، اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده. ولكن لا، ليه رحلتي تبقى زي رحلتك؟ ليه نبقى كوبي بيست من بعضنا؟ اعرفي ان انت لما بتقارني نفسك بغيرك فده عدم احترام لنفسك، انت مش محترمة نفسك، يبقى ازاي هتحبيها وازاي هتخلي كل اللي حواليك يحبوها؟ فهنا قولي ورايا انا هبطل مقارنة، لان رقم 1 انا مختلفة، انا متفردة، انا متميزة، بصمة ايدي مش زي بصمة اي حد تاني في الدنيا، انا بشعري الكيرلي، بشعري البني، بلوني الفاتح، بصوتي، بحب اغني، بحب اعمل فيديوهات، مش هتلاقي حد كده، مش هتلاقي حد نفس الشخصية نفس الكاركترز بيتكلم بنفس الطريقة، لان انا متفردة. فارجوكي اكتبيلي في التعليقات ايه الحاجات اللي بتميزك. تاني حاجة، انا مش بقارن بيني وبين اي حد، لان انا رحلتي مختلفة، طريقي مختلف، نجاحي او معايير النجاح بعيوني مختلفة عن معايير النجاح بعيون اي حد تاني. النجاح مش فلوس كتير، النجاح مش ارقام فولورز مهولة، النجاح مش 1000 حد بيخدمني، النجاح ملوش مقاييس اجتماعية محطوطة لنا بالمسطرة. كل يوم انت سعيدة فيه هو ده نجاح، كل لحظة بتبتسمي فيها هو ده النجاح الحقيقي. طول ما عندك هدف وعايزة توصلي له هو ده النجاح. رقم 2 معانا النهاردة يا بنات لو عايزة ترجعي تحبي نفسك تاني زي الاول، اسألي نفسك انت بتتكلمي مع نفسك ازاي، بتقولي لنفسك ايه، يا ترى هل بتتكلمي مع نفسك صح ولا لا؟ ليه؟
طبعا اللي متابعني عارف ان انا اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو الشغف، اتكلمت عن الموضوع ده في فيديو الحريه الماليه، في فيديو قانون الجذب ازاي تجذبي الغنى والسعاده والفلوس ليكي. ولكن الافكار السلبيه او الكلام السلبي اللي انت بتقوليه لنفسك بيتحول لاقوال، والاقوال بتتحول لافعال، والافعال هتتحكم في حياتك كلها. فلا، اتكلمي مع نفسك صح هيخليكي ايجابيه. غيري معتقداتك وغيري افكارك هتتغير حياتك. بدل ما تقولي لنفسك انا وحشه، اصلك لو قلتي لنفسك انا وحشه هتلاقي دي فكره سلبيه، هتلاقي يعني لو الفكره جاتلك في دماغك هتلاقيكي بتقوليها بينك وبين نفسك، هتلاقيكي بتصدقيها، هتلاقيكي بتمشي في طريقها من غير ما تاخدي بالك. خلاص ما بقتيش تهتمي بنفسك، ما بقتيش تدوري ايه اللي يخليكي راضيه عن شكلك بينك وبين نفسك، هتستسلمي فهتعيشي تعيسه، فطبعا استحاله هتحبي نفسك. ولكن بدل ما تكوني سلبيه طول الوقت مع نفسك، لا يعني مثلا لو بتقولي لنفسك انا وحشه، بدل ما تقولي لنفسك كده اسالي نفسك هو مين اللي حط معايير الجمال؟ المجتمع يبقى طز، معايير زائفه. شوفي انت ايه مفهوم الجمال بالنسبه لك. مفهوم الجمال ان انت تكوني شايفه كل حاجه بعين حلوه، شايفه الايجابيات اللي في كل حاجه، بتطلعي الحلو من الوحش. انت فاهمه ازاي؟ بدل ما تقولي لنفسك انا استحاله اتحب، انا استحاله حد يحبني، قولي لنفسك ازاي ازود طاقه الحب اللي هي اصلا عندي. كل انسان فينا اتولد بطاقه حب. لما انت بيبي وبتلاقي مامتك بتعمل لك كل حاجه ويعني هي كل حياتك، بتلاقي نفسك تلقائيا بتحبيها، فده حب انت مولوده بيه بالفطره. فراقبي افكارك لانها هتتحكم في افعالك اللي هتتحول لعادات فهتحكم حياتك. رقم 3، لو عايزه ترجعي تحبي نفسك من اول وجديد، جاوبيني دلوقتي، ايه روتينك اليومي؟ ايه روتينك بتاع الصبح؟ ايه روتينك بتاع بالليل؟ بتعملي ايه في يومك؟ هل كل يوم بتصحي يا ترى بقى النهارده هعمل ايه؟ لا احسن اروح انام شويه، لا انا مش عارفه هعمل ايه. يومك متشقلب، مش عارفه انت بتعملي ايه في اليوم، مش عارفه انت عايزه تعملي ايه من اليوم. اليوم اللي بيروح وممكن ما يرجعش تاني، فخلي بالك من النقطه دي كويس جدا جدا. الروتين هو عباره عن مجموعه افعال، لو عملتيها هتتحول لعادات، والعادات دي قادره انها تغير حياتك 180 درجه. طبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو ازاي تكوني اسعد زوجه واسعد ام في الدنيا، او اسعد انسانه كمان بشكل عام. وهنا جاوبي الاسئله اللي انا هقولها لك دي في التعليقات. هل انت في خلال يومك بتاكلي سكريات كتير؟ طب هل انت اول ما بتفتحي عينك من النوم اول حاجه بتدوري عليها هي موبايلك؟ وطبعا قلت لكم خطوره الموضوع ده وازاي الموضوع ده بيمص طاقه مش طبيعيه، بيمص طاقه قادره تكسر الدنيا. وطبعا حكيت لكم تجربتي مع ادمان السوشيال ميديا، مش هكسف ان انا اقول ده، وعملت لكم عليه فيديو ارجوكم شوفوه لان هتستفيدوا منه جدا جدا. وكمان يا ترى هل انت بتقضي ساعات طويله جدا جدا على السوشيال ميديا، على الانستغرام، على الفيسبوك، وبتحسي ان الساعات الكتيره اللي انت بتقضيها دي وصلتك لمرحله المقارنه؟ انت مش عارفه ايه ورا الكواليس، انت شايفه ناس بتضحك، شايفه ناس بتسافر، شايفه فساتين، شايفه احضان، شايفه اتنين لاف ستوري، شايفه شايفه شايفه، مش شايفه وراء الكواليس، ولكن كل اللي انت شايفاه ان انت اقل منهم وان انت اتعس منهم. غيري روتينك هتغيري حياتك. رقم 4 معانا النهارده يا بنات، لو عايزه ترجعي تحبي نفسك تاني، بطلي تدوري على الحب والتقبل في عيون الناس. بطلي تبقي مش واثقه في اللي انت بتعمليه، مش واثقه في لبسك، مش واثقه في شكلك. ها ايه رايك في اللي انا لابساه حلو؟ لو اتقالك لا يبقى ايه اللي هيحصل؟ لو اتقالك لا يبقى انت ضعتي، انهزمتي، لان انت شايفه نفسك بعيون الاخرين. بطلي تدوري على الحب والتقبل في عيون الناس، وبدلا من هذا دوري على الحب والتقبل في عينك انت. يا ترى هل انت راضي عن نفسك كده؟ راضي عن شكلك؟ شايفاكي حلوة؟ طب لو كانت الاجابة لأ، ايه اللي اعمله علشان يزود ثقتي في نفسي، يزود ثقتي في شكلي، يزود ثقتي في جمالي؟ دايما دوري على الحب والتقبل في عيونك انت، دوري عليهم جواكي، انت مش محتاجة تاخديهم من الناس.
طبعا لو انت يوتيوبر او لو انت بلوجر او لو انت انفلونسر ولعبت الارقام، انا عارفة ان في ناس كتير وراء الشاشة بتتابعني من الانفلونسرز واليوتيوبرز وبيتواصلوا معايا على الانستجرام، واهلا وسهلا بكم، استمروا وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. ولكن زرعوا فينا ان كل ما كبر الرقم كل ما زادت المصداقية وكل ما زاد النجاح وكل وكل وكل. الرقم ماشي ممكن يكون مهم في حياة بعض الانفلونسرز، ولكن ما تسيبيش موضوع الارقام تلعب مايند جيمز معاكي. انا بالنسبة لي انا عارفة ان انا ناجحة من اول ما بدأت، من اول يوم كان عندي فيه زيرو سبسكرايبر، كان عندي فيه زيرو فولور على الانستجرام وعلى الفيسبوك، كنت ناجحة. ليه؟ لان انا بعمل حاجة بحبها، لان انا عايزة افيد نفسي، انا بفيد نفسي في اللي انا بعمله قبل ما افيد حد تاني، انت فاهمة ازاي؟ فلازم تاخدي بايدك. لو انت ما بتعمليش الحاجة دي علشان نفسك وبتعمليها علشان الناس، لو انت بتضيعي وقتك في الارض. جميل انك تساعدي الناس، بس لو انت محتاجة اصلا مساعدة يبقى مين الاولى؟ طبعا اللي انا بقوله لكم ده مش سهل، وعارفة ان ده محتاج ممارسة، وعارفة ان دي عضلة، عضلة يعني لازم تشتغلي عليها كل يوم وتتمرني وتمارسي وتقعي وتقفي، خدي وقتك. ولكن once ان انتي وصلتي لان انتي متقبلة ذاتك والحب، بتحبي نفسك من جواكي انتي، مش علشان حد شايفك حلوة وعلشان حد شايفك وحشة وعلشان حد شايفك لا في احلى منك، صدقيني ساعتها هتزيد ثقتك في نفسك وهيزيد حبك لنفسك وحياتك هتبقى احسن 180 درجة. رقم 5 معانا النهاردة يا بنات، لو عايزة ترجعي تحبي نفسك من اول وجديد بطلي تقلدي. اتكلمنا عن موضوع التقليد ده يا بنات في فيديو صديقتي تغار مني وتقلدني، اتكلمنا عنه في فيديو ازاي تكوني امرأة راقية، وقلتلك لو انت بتعملي زي ما الكل بيعمل طب انت فين، لو انت بتلبسي زي ما الكل بيلبس طب انت فين، لو انت بتحطي ميك اب زي ما الكل بيعمل طب انت فين. دوري على لمستك الخاصة، لمسة اللي تبرز شخصيتك، يعني اشوف الايلاينر اعرف ان ده انت، اشوف بونيتيل اعرف ان ده انت، اشوف حاجة انت مبسوطة بيها وتكون بتميزك عن غيرك. التقليد مش بس ستايل، مش بس لبس، مش بس ميك اب، انت ممكن تكوني بتقلدي اللايف ستايل بتاع حياة حد تاني. انا عايزة اشتغل من 9 to 5 او من 9 ل 5 علشان ابقى زي نهى بنت خالتي، ابقى زي منى بنت عمتي، وتعيشي لايف ستايل وتعيشي حياة انت مش حباها فقط لمجرد ان انت عايزة تعملي زيهم علشان تبقي في الامان. لكن لا، ما تقلديش، تجربتك مختلفة، صوتك مختلف، رحلتك مختلفة. وانا قلتلك لما تلاقي شغفك، الشغف اللي عندك واللي مش عند اي حد تاني، لما تلاقيه هتعرفي قد ايه انت متميزه. يعني انا اول ما بدات القناه طبعا ناس كتير يا شيخه انت بقى هتضيعي وقتك، هتضيعي صحتك، هتضيعي عينيكي، الوقت ده انت اولى بيه في حاجات تانية، اشتغلي بقى زينا، اعملي زي الناس، شوفي لك شغلانه بساعات اطول. لا، انا مش هعيش حياه غيري لان انا مش خايفه من النقد، تحررت من النقد. انت فاهمه ازاي؟ النقد اللي هيخليكي نسخه تبقى الاصل من حد تاني، لا ما تسمعيلوش، سدي ودانك. وهي دي الحرية الإيجابية، وانس ان انت عرفتي ان رحلتك وحياتك وكاريرك وكل اللي انت بتعمليه مش لازم يكون زي حياة باباكي ومامتك وجدك وخالتك وصاحبتك، وانس ان انت هتدركي الحقيقة دي وهتعيشي فيها مش هتخافي من اي نقد مهما كان ده هيكلفك من شجاعة ومن قوة ومن احتمال العقبات. رقم 6، لو عايزة ترجعي تحبي نفسك تاني، ارجوكي عمرك ما هتحبي نفسك وانت حواليكي ناس سامة. اتخلصي من العلاقات السامة. العلاقات السامة يا بنات دي اتكلمنا عنها في قائمة الصداقة كلها، اتكلمنا عنها في انواع الشخصيات النسائية، واتكلمنا عن كمان المرأة الالفا، فخليكي مرأة الفا في الحتة دي بالذات. انا احسن اكون لوحدي، احسن ما اضيع وقتي مع اشخاص سامة، احسن ما اضيع وقتي مع اشخاص بترجعني لورا، احسن ما اضيع وقتي مع شخصيات مش بتضيف لي حاجه. انتي فاهمه ازاي؟ بالعكس بتاخد من طاقتك. وقلتلك الميزان الوحيد اللي هيكون في ايدك، اسالي نفسك بعد ما قفلتي مكالمه التليفون، بعد ما خلصتي المقابله، بعد بعد بعد، انا لسه بطاقتي ولا حاسه ان انا اقل، حاسه ان انا زعلانه، حاسه ان انا متضايقه، حاسه ان انا شايله هم. عمرك ما هتحبي نفسك صح لو حواليكي حد بيقلل منك، حد مش عارف قيمتك، حد بيأمرك، حد مش حبيب لك الخير.
أرجوكي حاطي نفسك بناس إيجابية، غيري دايرتك أو نظفيها لو محتاجة، ده حياتك هتتغير وهتوصلي لكل اللي انت عايزاه، وأهم حاجة ان انت هتوصلي لحب النفس. رقم 7 معانا النهاردة، عايزة أقولك من أكتر الحاجات اللي بتخلينا ما نحبش نفسنا، النقد اللاذع. Don't be hard on yourself. المقولة دي تعلمتها من برة، يعني إيه؟ ما تقسيش على نفسك. كلنا تربينا ان احنا ما بنغلطش، ما ينفعش نجيب اقل من الدرجات النهائيه، ما ينفعش نعمل حاجه غلط، ما ينفعش ننسى، ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. فمع كل قائمه الما ينفعش او الحاجات دي كلها، بقينا نخاف قوي، بقينا نخاف نغلط، ولما نغلط بقينا نقسى على نفسنا. يعني انا واحده من الناس يا ربي، يعني مثلا في شغل او في حاجه وغلط او عملت حاجه غلط او نسيت، ومثلا مديرتي تيجي تقول لي اه لا ده غلط، لا ما ينفعش، لا ما اعرفش ايه، فهي بتوجهني، فده كان يبقى اقصى الايام عليا، احس ان انا لا انا مش صح، انا في حاجه غلط، انا مش كفء، انا مش شاطره، انا مش محل ثقه، حاجات كتير. فكل الحاجات دي كنت بحس ان انا مش قادره اواجه العالم، بحس ان طاقتي صفر، بحس ان انا مش عايزه اعمل حاجه، بحس ان انا مش راضيه عن نفسي، واكيد ده هيوصلني لعدم حب النفس. فمن هنا سامحي نفسك، قولي لنفسك عادي انا بشر، انا مش ملاك، لازم اغلط علشان اتعلم، لو ما غلطتش ازاي هتعلم، ازاي هعرف حاجه جديده، ازاي هعيش اكسبيرينس معينه. وطبعا قلتلك الرجل السام في فيديو العلاقات السامة، او ازاي تعرفي ان الرجل اللي معاكي بيحبك 100% مش بيضحك عليكي، قلتلك لو انت عايزة تعرفي انت في علاقة حقيقية ولا لا، شوفي الطرف التاني لما بتغلطي بيعمل ايه، بيسامحك ولا بيعلقلك اللي انتوا عارفينه. بقى الشخص اللي مش بيسامحك هو مش متقبلك زي ما انت، فما تبقيش انت بتعملي في نفسك زي ما هذا الشخص بيعمل فيكي، اتقبلي نفسك زي ما انت. انا غلطت، معلش انا عارفه ان انا بعمل احسن حاجه عندي، انا عارفه ان دي مش نهايه العالم، انا عارفه ان انا هتعلم، انا عارفه ان انا هبقى احسن. متضايقه دلوقتي معلش تبداي، يعني دايما لما حد بيجي يقولي انا متضايق، انا زعلان، انا مكتئب، انا 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 مش بعمل زي الناس اللي بتقول اه حاولي تخرجي نفسك من الموضوع ده، حاولي تشغلي نفسك. ما تشغليش نفسك، ما تشتتيش انتباهك، عيشي الاكسبيرينس بس ما تعيشيش فيها. انت فاهمه ازاي؟ لان انت لما تعيشي المشاعر دي وخلاص اخدتي وقتك، هتبقي عايزه تروحي للي بعده. هسامحي نفسك لان انت تستحقي ده، ربنا ما خلقكيش هنا علشان تتعاقبي وعلشان تقاسي، لا مش هي دي الحياه. رقم 8 معانا النهارده يا بنات، هتحبي نفسك ازاي لو ما بتهتميش بنفسك، ما بتعمليش اي حاجه علشان نفسك؟ لو بتحبي حد شوفي بتعملي له ايه، بتحبي ابنك او يعني ابنك البيبي بتاعك، شوفي بتسهري ترضعي وتغيري وتهنني، انت فاهمه حياتك كلها ليه. شوفي لما انت بتحبي حد بتعملي علشانه ايه، انت عملتي ايه علشان شكلك، علشان نفسك. في حد قبل كده كان يوتيوبر اجنبي بيقول ازاي هتحبي نفسك وانت ما غسلتيش سنانك الصبح، صدمت. ايه المثال ده؟ ده مثال يعني بديهي جدا ولكن حقيقي. حبك لنفسك وتقديرك لنفسك بيزيد لما بتبدأي تعملي علشانها. ما تخليش شكلك هو النهاردة زي بكرة زي بعد، وخلوا بالكم الاهتمام بالنفس مش شكل بس، الاهتمام بالنفس شكل وجسم وصحة نفسية كمان، انت فاهمة ازاي؟ فلأ يعني شوفي برضو انت محتاجة تشتغلي ايه على صحتك النفسية. عايزة ابقى سعيدة، عايزة ما بقاش حساسة زيادة عن اللزوم، عايزة اتأثرش بالنقد السلبي، حاجات كتير، عايزة ابقى واثقة في نفسي، حاجات كتير. كل واحدة فينا قصتها مختلفة، فكل واحدة فينا محتاجة تشتغل على حاجة مختلفة. طبعا مش معنى كلامي ده ان انت تبهرجي وتحطي فول ميك اب وتغالي في التجمل، ولكن ابسط حاجة هتعمليها لنفسك هتديكي تأثير ايجابي تعيشي بيه اليوم كامل لو بدأتي بيه يومك صح. وطبعا احنا اتكلمنا عن الموضوع ده في فيديو ليه لازم تكوني حلوة كل يوم، انصحك وبشدة ان انت ترجعي له بعد الفيديو ده. رقم 9، رقم 9 دي مهمة قوي قوي قوي، مش قادرة اقول لكم اهميتها ايه، وهي بطلي تاخدي كل حاجة بشكل شخصي. دي هتفرق مش في حبك لنفسك بس، هتفرق في حياتك كلها. لو انا جيت دلوقتي وقلتلك انتي وحشة، انا ما بحبكيش، ده هيكون ايه تأثيره عليكي؟ اكتبي لي ده في التعليقات، اتأثرتي؟ زعلتي؟ ولا انا وحشة؟ انتي اكيد بتهزري، انا عارفة انا مين كويس، العبي غيرها.
شوفي الفرق بين ردين الفعل. طب علشان تردي الرد التاني تعملي ايه؟ تعرفي نفسك، تعرفي قيمتك، انتي مين. انتي مين زي ما قلنا في فيديو الشغف، انتي مين مش انا فاطمة 23 سنة متخرجة من هندسة، لا مش دي. انتي مين بينك وبين نفسك، البنت اللي بيتقفل عليها باب الأوضة وبتبقي انتي وهي على انفراد بالليل. اعرفي قيمتك، know your worth، اعرفي ان انتي قيمة، واعرفي ان انتي مخلوقة هنا وموجودة هنا في الحياة لسبب، اعرفي ان انتي غالية، اعرفي ان انتي مكافحة. شوفي ايه الحاجات اللي بتميزك وايه الحاجات اللي بتزود قيمتك الداخلية، اكتبي لي ده في التعليقات. كمان لما بقولك لو يعني طبعا انتوا عارفين ان انتي لما انتي بتكوني يوتيوبر او انفلونسر او على الانستجرام او هنا او هنا، فطبعا بتتعرضي لتعليقات سلبية في بعض الاحيان، الحمد لله يا رب نادرا نادرا لما اشوف تعليقات سلبية، ولكن حتى في الحياة. فيمكن الاول الواحد كان يتأثر، ايه ده، لا ده انا قصدي خير، ده انا بساعد الناس، ازاي حد يتكلم كده او بتاع، ولكن بدأت ان انا اقول انا مسؤولة، بدأت اشيل المسؤولية كاملة. انا مسؤولة ان انا مسمحش، قولي ورايا، ان انا مسمحش لاي حد ان هو يخرجني من الحالة اللي انا فيها، يعكر صفوي، يأذيني نفسيا. لما انا شلت المسؤولية دي على كتافي، مهما اسمع، مهما اقرأ، مهما اشوف، استحالة اتأثر، لان انا عارفة انا مين وانا مسؤولة ان انا اشيل مسؤولية حياتي على كتافي. وطبعا موضوع ازاي ما تاخديش كل حاجة بشكل شخصي، بصي انا عندي كتير قوي في الموضوع ده، لو حباني اتكلم عنه بالتفصيل اكتر سبيلي ده في التعليقات، لان صدقوني اللي عندي ممكن يساعد بنات كتير في الموضوع ده. لو استفدتي ارجوكي دوسي لايك، لان ده بيشجعني وبيدعمني جدا جدا. شاركوا المحتوى يا بنات مع كل اصحابكو، وصلوا صوتنا لاكبر عدد ممكن من البنات علشان نساعدهم. انضموا للجروبس بتاعتي الموجودة في صندوق وصف، حملوا كل الأدلة المجانية، اكتبوا لي رأيكم في الفيديو، حابين تشوفوا ايه مني في الفيديوهات القادمة. بحبكم قوي قوي قوي، وربنا معاكم، خلوا بالكم من نفسكم، مع السلامة.